بسم الله الرحمن الرحيم. معانا يا ولاد بإذن الله الموضوع التاني في المحور التاني، اسم منتجات جديدة من إعادة التدوير. بعد ما خدنا الدرس الأول المرة السابقة اللي كان اسمه إعادة التدوير، هنا إزاي نعمل منتجات جديدة في مواد يا ولاد بيطلق عليها اسم. اسم ايه؟ يقول لك المواد دي مواد صديقة للبيئة. اسم جميل قوي، كله حب ومودة، مواد صديقة للبيئة. ايوة، طب ليه قالوا عليها كده؟ لان المواد دي بتصنع منها مواد معاد استخدامها، هي معمولة من مواد تم إعادة استخدامها وإعادة تدويرها، يا إما معمولة من مواد طبيعية زي مين؟ الخيزران، ده نوع من الأنواع بتاع المواد الطبيعية اللي بيصنع منه مواد صديقة للبيئة. والمواد الصديقة للبيئة، البيئة دي هي مواد أقل ضرر على البيئة بما فيها الحياة البرية والحياة البشرية. طب المواد صديقة البيئة دي غالبا ما تصنع ليكون أحد حياتها طويلا، الأجل بتاع حياتها بيكون إيه؟ طويل، والأمد بتاع حياتها بيكون إيه؟ طويل، يعني لها عمر، يعني نقول عليها معمرة ولها عمر وبتعيش مش بتنتهي بسرعة. طب مفهوم المواد صديقة للبيئة إيه بقى؟ هي مواد يعاد استخدامها أو تدويرها لتحويلها إلى منتجات جديدة. طب أهمية استخدام المواد الصديقة للبيئة، الفايدة بتاعتها بتقلل الحاجة لشراء بدائل مما يساعد كوكب الأرض، ما اشتريناش جديد واعتمدنا على الموجود. طيب تعالوا ناخد بعض الأمثلة على إعادة استخدام نمرة واحد، قال لك لو عندك زجاجات بلاستيك فارغة ممكن نعيد استخدامها. ازاي هعمل بها ايه؟ ما البيبسي خلص والكوكا كولا خلصت. قال لك لا، ممكن تبقى قصيص لزراعة النباتات في المنزل، ادي زجاجة مستخدمة تم قصها واتعملت كايه؟ كقصيص. وادي زجاجة اخرى ونبتة اخرى جوه القصيص، يبقى دي اسمها اعادة استخدام. طب نمرة اتنين، استخدام علب المواد الغذائية كأوعية لإطعام الطيور، برطمان مربى، برطمان سمنة، تمام، برطمان شوكولاتة، بعد ما أكلناه واستعملناه أقدر استعين بالبرطمان أو العلبة كوعاء نحط فيه أطعمة للطيور، ونحط فيه قصيص للزهور، ونحط فيه بعض المخللات بعد عند تملحها مثلا، يبقى ده إعادة، استخدام. طب أمثلة على تحويل استخدام الأشياء لمواد صديقة للبيئة، أهو استخدام البرطمان الزجاج الفارغ وتحويله إلى مقلمة للألوان، استخدام برطمان زجاجي فارغ وزراعة النباتات وحفظ بعض الأشياء والمتعلقات. اللي فاتوا دول إعادة استخدام الأشياء، وهنا إعادة استخدام الأشياء كمواد صديقة للبيئة. تعالوا ناخد مع بعض إزاي نخطط لصناعة آلة موسيقية زي مين؟ الطبلة، مواد صديقة للبيئة. آدي صورة لمين؟ للطبلة. ده الكلام ده إمتى؟ بعد انتهاء الأعمال، ولكن أنا جبت مجموعة كبيرة من الأدوات، يبقى نجمع الأدوات اللازمة، وعاء اسطواني، وإيه كمان؟ ولصق، ورق مقوى، وإقلام تلوين، وإقلام رصاص. طب نمرة اتنين، نضع الشريط اللاصق على الجزء العلوي بشكل متقطع، آدي الشريط اللاصق على الجزء العلوي للوعاء، ونقص الورق المقوى حوالين الوعاء، بعد ما قصيناه أهو نلزقه بقى، ونزين الطبلة بإقلام التلوين والرسم، دي لون ودي لون، ونعمل زواق عليها من بره، تمام؟ ونقدر كمان نجيب عصايتين يبقوا عصا للطبلة، ونعملهم من خلال قلم رصاص ودي جزئية عليه، ونقدر بعد كده نعمل اختبار لتحمل الطبلة للعزف بإن انت تعمل عليها ايه؟ تجربة وتشتغل عليها. يبقى ده اللي قلنا، ده اسمه ايه؟ نموذج مصغر لعمل الطبلة من أدوات معينة. تعال نتكلم على الأشياء
التي يمكن إعادة تدويرها في المنزل. مين اللي أقدر أعمل لها إعادة تدوير وتدوير واستعملها تاني؟ العلب المعدنية، الكنزات، يمكن استخدامها كمنظم للأقلام، منظم أقلام أو أدوات للمطبخ أو قصيص لزراعة النبات، حيث تنظف العلبة جيدا ثم تلف بالقماش ثم تزين بالطريقة المرغوبة اللي انت عايزها، يبقى انت عملت لها إعادة استخدام. طب أشياء أقدر أعيد تدويرها في المدرسة؟ قال لك إطارات السيارات. معقولة كاوتش العربية؟ أيوة، أدي كاوتش وادي كاوتش وادي كاوتش. الأول تم إيه دهانه؟ ده لون وده لون وده لون، الله، ونقدر نحطه في الحديقة يعطي منظر جمالي، وتقدر تضع الزرع فيه وتلون الإطار بالألوان المبهجة الجميلة. تيجي تبص تلاقي شكل الحديقة في المدرسة تحفة التحفة يا ولاد والله. تعالوا ناخد التدريبات، تدريبات بكلمة صواب وكلمة خطأ. نمرة واحد، تعتبر الملابس اللي بنستخدمها من الموارد البشرية، غلط، من الموارد المادية. إصدار بيان إعلامي في الإذاعة عن الحياة المستدامة غير مفيد، غلط، بدم بيان إعلامي يبقى مفيد للعامة. إعادة التدوير معناه نتخلص من الأشياء التي لم نعد نستخدمها، خطأ، ده احنا بنعيد استخدامها. أحد سلوكيات الاهتمام بكوكب الأرض إن نتخلص من الأشياء اللي مش محتاجها بشكل عشوائي، غلط، أعيد استخدامها. يمكن صناعة نتيجة رأس السنة أو فانوس رمضان من خامات البيئة، أو له طبعا إجابة صحيحة. اللي بعده، الموارد المادية تتمثل في إيه؟ بدل مادية يبقى في الأشياء المحسوسة التي تمتلكها الأسرة. أسرة، إعادة الاستخدام هو استخدام المواد أكتر من مرة. يمكن الحفاظ على كوكب الأرض من الحد من الأشياء اللي بنشتريها ولا نحتاجها، وإيه كمان؟ والحفاظ على الموارد والمال. مين اللي تعريفه؟ هو بيان رسمي بيقدم معلومات محددة ومختصرة. أقول له بيان الإعلامي، البيان الإعلامي. بكده يا ولاد خلص التدريبات الدرس، وخلص شرح الدرس اللي اسمه منتجات جديدة من إعادة التدوير، واللي اتكلمنا فيه عن المواد صديقة البيئة. ده الدرس الثاني في المحور الثاني. انتظرونا في الدرس الثالث بإذن الله، إعادة استخدام الأشياء المتاحة في المنزل. وشير في الخير، خلي الكل يستفيد، لقناة روائع البيومي، وهتلاقي الشرائح الجميلة دي على صفحة مستر حامد البيومي على الفيسبوك. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.